Et si c'était à refaire ? بونجور بونجور، صباح الخير، صباح الفل الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من سي سي تي ريفير. سي سي تي ريفير اللي هي سكس ستوري مي ريفيزيتي. في سي سي تي ريفير ديما ليزانفيتي نتاعنا نحاولوا نجيبوهم من جميع الميادين ونحاولوا ننسبيريو ليزوديتور نتاعنا. واليوم جبت لكم قصه حلوه ياسر حلوه. علاش؟ خاطر الديكلونشمون نتاعها نزلنا كيف افتتحنا صارت ندوه على لا روت دو باتريمون دو لونيسكو. اي فما شخصيه اللي ابهرتنا معناتها في الانترفونسيون نتاعها. الحق انا تعرفت عليها وحبيت ان نستدعاها وحبيت نبارتاجي معاكم القصه نتاعها والخرافه اللي باش يحكي عليها. شكون بالضبط هو؟ من قرقنة. هو بحار، لكن مش بحار، هو استاذ وبحار، هو عاشق قرقنة، هز في قلبه التراث هذايا. حبينا ان نحاولوا نثمنوا التقنيه نتاع اللي هي دخلت في الباتريمون الماتيريال نتاع اليونسكو، تقنيه الصيد الشرفيه. تنسمعوها الحكايه هذه، لكن اليوم انا حبيت نقدم لكم شخصيه ابسوليمون كونيتر قوي وراديو شويه. حاولوا تسمعوا سي الحبيب الصامت. مرحبا بك. يعيشك يعيشك، وشكرا على الاستضافه. تحيه ليك، تحيه لكل فريق التقنيه معك في الاذاعه والحكايه ولكل مستمع اكسبريس اف ام. مرحبا بك. دونك احنا في سي سي تي ريفير باش نحوسوا معاك من طفولتك للفورماسيون تاعك للغرامك بالبحر ديزانيكدوت وحتى اللي نخلطوا معاك للمود نتاع الموسيقى نتاعك. حاضر؟ حاضر ان شاء الله. هي البرش هكا نمشيو ديريكتومون. ان جور ان ديستان. ان جور ان ديستان. سي الحبيب، انت تولدت في قرقنة؟ لا، انا كنت في فاقس في دار بابا وامي يرحمهم. سيتي ان سامدي 11:20 بالضبط، نعطيك التاريخ، لو 2 اكتوبر 57. دونك هنا لان حاجه هام برشا الانسان يعرف وقتاش تولد وقتاش عاش، والفتره اللي عشت فيها خاصه كانت فيها برشا تاثيرات، وكانت علاقات اجتماعيه في حومتنا رائعه جدا. من قرقنا، من صفاقس، من المدنين، من الوسط التونسي، كنا عائله واحده. اللحمه هذيك التو مستحجها ونحب نحافظ عليها لصغارنا اللي في المستقبل. عائله، دونك العائله، انت عندك اخوتك؟ عند بارك الله ما شاء الله 6 بنات وزوج اولاد. احنا انت الكبير؟ لا، اكبر مني 5 بنات، انا الكبير في الاولاد، خويا صغر مني بعامين، واختي صغيره توا احبها كثيرا. نحييها من هنا، هي في كندا، نحييها تحيه كبيره برشا. سلموا عليها. دونك الولد اش كان يخدم؟ بابا كان يخدم يعس على الساحل التونسي في الكارير نتاعو الاولى، نذكر بكذا كان يعس من الساحل الجزائري حتى الساحل الليبي، معناها الساحل التونسي كان على ذمته. ومن بعد تالي تقاسموا هو واحد اخر، كان نجم نقولوا قائد خافرة ولا سكادرا لحراس البحر التونسي، لانه قبل كانوا 6 طلاين اللي قلقونا برشا. وكان انسان قانونجي، كان محترم، كان صعيب، ما كان صعيب في قواعد اللعبه اللي هي الاحترام. وكان متفتح برشا بابا، ما فرقش بيني بين خويا بين البنات. كان طفل عنده مقدسه، وهذا الحمد لله في قرقنة عندنا مكسب كبير، معناش هكا التمييز بين طفله وطفل. وكان سيرتو يحصل على قرايتنا. نتذكر بابا في وقت من الاوقات الكتاب ما فماش في تونس يلزمو يجيبو منين هو، وحرصه قال نقول الحمد لله كي البنات كي الاولاد ولاباس. قريت في صفاقس ولا في قرقنة؟ لا، قريت في صفاقس. انا قريت في قرقنة بعض الدروس تدرك في الصيف، كانوا يقريونا بلاش ديجا كالطلبه والمعلمين باش يحسنونا شويه، خاطر قبل كانت نخوه. انا قريت في صفاقس 6 سنين في البدايه في مكتب كاشا في ريانا. مكتب كاشا هو في شارع 5 أوت. وقريت بعد لي عامين في بوصيدة، و5 سنين في ليسي جارسون. 76 رحلت الى تونس، فاكر رحلة كانت رائعة جدا. معناتها في بعد الباك، بعد الثانوي صحيت، مشيت لتونس. الباك مشيت لتونس، عملت قريت في الليتاوت، المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس، اللي هي المتفاهمة بسهولة، والليتاوت بالفرنساوية، كانت قريت فنون جميلة والهندسة المعمارية. وانت ايش عملت؟ انا عملت تصميم صناعي. وبغرامي بقرقنة، خاش كنا مش انا برك، اخواتي الكل نحبوا قرقنة برشا. اي فرصة قرقنة حتى بنات الافلام، بابا كان الله يرحمه ما يقصرش يزن قرقنة. دونك قرايتك بين صفاقس ومن بعد مشيت لتونس، مي ان ميم تون معناتها علاقتك بالبحر ملي انت صغير تمشي من صغر السن. متاكد ان نحكي روحي من 5 6 سنين كنت نمشي كنجار يصنع الفلايك، كل شيء باليدوي. الله يرحمه اسمه محمد سلام، وعلي سلام هذينا بعد كي كبرت وعملت بحوثي على الفلوكه، تضحهم انهم عائله فنانه دي شاربونتي مارين، معناها كي يخدم بالقدومه تعشق النحت على الزيتون الشايح، كان كل شيء
الجذع الشجره تاع الزيتون والكرطوس كل شيء باليد يقصوا طبق ويعمل فلوكه، وعندي عليهم معناها وثائق من تولي من الحمد لله عندي تاع العمل اليدوي الرائع جدا. العمل اليدوي هذا هو اللي يمكن كان عنده اثر انك تختار بعد التوجيه نتاعك في الجامعه. والله راهو اكيد لا هو نقول لك انا نذكر ما بابا كان يعس على البحر، البحر يخافوا منه ويقدروه برشا قبل كان الاقدر. كي ماشي للشط احنا دارنا ماشي بعيد على البحر، يقول لي بحذا ابوك محمد امشي العب ما يسالش، ما طلعش في ليك العباد، ضيع شي فلوكه راه يعيش من عائلات. نسمع كلامه، نمشي للقدوم والمنشار والمطرقه والكلاب ونلعب مع مدى تخلقت فيا هيك البرعه اليدويه والصويبعات والنظره حاجه المزيانه ومش مزيانه. كي مشيت فنون الجميل تاقلمت. والحمد لله والله نذكر منيح استاذ نتاع البسيكولوجي اسمه مدام زميتي ان شاء الله تكون موجوده، مدام بو عايش. واستاذ كان في اسماعيل بن فرج في الـ في الـ في, الـ في الكليه غادي يقول لي يا حبيبي تبارك الله عليك عندك بعد جابوني استحضر على روحك. والحمد لله كي نعمل حوايج هكا ننجح سيتو في النماذج اللي ماكات وخدمت خدمه معناها خلتني نكتشف موهبه جديده اللي نجم ننميها. باهي نقصت بينا ديريكتومون على اللي ماكات انت في متى من تونس اول انتقال ليك بعد خرجت مشيت 76 لتونس في تونس كملت قريت زاولت تعليمك الجامعي وبعد رجعت القرقنة رجعت صفاقس. اكيد 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 قرقنة ما سلمش فيها، قلت لك ما سلمني عندي تعلق خاص بقرقنة فهمني. وزيد في تونس او كيما تو مثلا انا راه بصراحة في التعليم حاجة خايبة برشا، نحاول الليسي قبل كانت لمست الليسي الكبار يعاونوا الصغار، تو عملوا كولج وحده وليسي وحده، لي تاوت كانت اركتكتور اي بوزار. انا نذكر منيح فما صار زلزال في الاصناف في الجزائر طلبوا من المتطوعين، مشيت قايد تسمع الناس نحسب روحي مش نمشي للجزائر نحير على العباد ونعاون، لقيت روحي في ليستا خدمه لي تاوت نتاعنا الاركتكتور ان توت ان بروجي نتاع كونسيبسيون اركتكتورال للاصنام هذيا. وخدمنا احنا على ليبوك ما كانش الفوتوشوب كان كل شيء بالرابيدو غراتاج، صارنا ليالي وليالي وهنا بدات حكيت لي ماكات ما كانش في الاول موجود عندي راهو تعلمت مع الارشيتكت يعملوا لي ماكات وبديت بشويه بشويه هنا ندخل في الدومين هذا مع شويه هكا جماليه مع شويه بحر مع شويه روح جميله مع هذاك الصيبعات بديت ننطلق. حكيت لي حتى اللي تبعوا فينا فما احنا مع سي الحبيب كما اكتشفتوا اللي هو تبارك الله عليه مخزون عنده برشا حكايات هذا، فما حكيت الحكايه على قلت لي بديت تبع في وقت انت في الدراسه الجامعيه نتاعك تبحث في متى على كل ما يخص البحر الفلوكه صحيح صحيح. انا عملت عامين ترون كومان وبعد دخلنا في سبيسياليتي ديزاين برودوي دونك انا كبيرك نحب الفلوكه ومن صغري متعلق بالفلوكه، اخترت الفلوكه موضوع والميموار بتاعي نذكر بالناس من لابارك وزير دو قرقنا تبدا من تحت شويه راس كابوديا من الشابه حتى للصخيره البحر القصير، وقرقنا كلها موجوده فوق بحر قصير برشا وقرقنا سر بحرها وبنت حوتتها فك القصير وكتب عليه ديجا برشا علماء وغيره كيما جون ديبو نذكر منيح في المطالعات نتاعي. الفلوكه هي وسيله نقل كيما الموبيلات كيما البسكله كيما الطياره كيما الكهرباء، مي وسيله صيد. دونك باش تخدم الفلوكه باش تنجح في التصميم نتاعك لازم تعمل بحوثك ودراساتك على طريق الصيد، وبديت هنا ابحرت في بحر قرقنة وطريق الصيد القديمه والعتيقه. منهم الشرفيه، منهم الغزل، منهم الدماسه، طبعا نحكي فيها مره اخرى ان شاء الله من اليوم خلينا نحكي في الشرفيه. وهذا خلاني نحتك مع البحاره ونخرج مع انا خرجت قبل البحر كهاوي ونساهم بيان سور خاطر نحب نخدم، من بعد كباحث صرت نتبع واكتشفت فما اشياء رائعه جدا فيها العلم وفيها الطبيعه وفيها التاريخ وفيها ما نحكي لكش عالم كامل. بديت رجعت زاولت قعدت تقري وزاد كيف كيف كانك عندك تجربه كيف كيف خارج الحدود اللي هي خدمت في الخليج في الامارات العربيه المتحده. الله يحيي بالخير ان شاء الله اهل الخليج كلهم لاني عملت 11 عام في الامارات والحمد لله اني كسبت برشا ناس مش كان خليجيين برك. قبل في التعليم خدمت في التنشيط وخدمت في التظاهرة بتاعهم غادي عندهم تظاهرة المرور والعيد الوطني في 2 ديسمبر تو نذكر بدا في الامارات. خدمت مع الخليجيين خدمت مع المصاروة خدمت مع الفلسطينيين السوريين والعراقيين. هيك التقاطع نتاع الحضارات والتعليم العربي خلاني نكتشف حوايج. والامارات عندهم البحر كيف ما بحر ما غير بحر ما يمشيش ما نقعدش. انا نذكر منيح نهار التعيين بتاعي قال لي يا استاذ وين تحب تقري؟ قلت له خير باش نقوم مهمتي وين خليني نقري؟ قال لي بيناتنا بصراحه عندك اختيار. قلت له والله ماذا بيا نكون بحذا البحر لان عايش في قرقنة في جزيره. كي نكون بحذا البحر نعطي 90% متاكد اكثر من في التلميذ. بعدنا البحر في الصحراء نقري نكون بواجبي يمكن نعطيش مرض 50%. قال لي بعيد 350 كيلومتر قلت له حتى 2000 كيلومتر نمشي في الريمات صغيره مش كبيره برشا. خرجت ما عنده سالت لي سربين القهوه الحاجه قال لي هاي في الدوره هوني كاير من الشباك نرمي الصنار في البحر نطلع الحوت
اما ما عملتهاش حتى مره بعد ما قريت شنو نصطاد والمناني غادي والحوت والحوت ما نحكيلكش ليه مره عالم اخر ما عندناش. الله يحيي بالخير من هالمنبر هذا نحيي كل زملائي وخاصه الفلسطينيين الله يكون في عونهم في ازمتهم هذه. راني متعاطف معاهم دما وروحا ووجدانا وربي ان شاء الله يقدر كان الخير. اليوم انت تقدم روحك تقول انت استاذ بحار كملت استاذ انا بحار تو واعتز وتشرف اني اكون بحار لاني من عائله بحاره من بابا من امي من جيراني من سابي من 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 والقرقني ما تجيبش تبعده على البحر القرقني ما غير مبالغه نقول لك رضع حليب الحوت منين ما نعرفش يمكن تاكل ام الحوت وترضع الحليب تاع الحوت القرقني راهو ما غير حوت ما يجمش يعيش انا نعرف ناس كي يقعد نهار ما ياكلش حوت ما عادش يشوف ما عادش يدل ما عادش يشوفوه اما ما عادش ينجم يتصرف باسلوب عادي لانه الحوت ما شاء الله سهل الماكله سهل الهضم كي تقارن بمواد اخرى غذائيه ثم يغلب دين بالقدا ويخلي الانسان عنده حيويه معينه. في الانترفونسيون تاعك داير اليوم انت كيف كيف قلت التوني تاعك اللبسه تاعك قلت هي كليماتيزور متنقل معناتها. بالطبيعه الكدرون هذا الكدرون هو تبع اللي بيستقلد انا ما قلنا دخلنا في التراث انا راني غمت في الفلوكة بتراثنا معطانا ربي بتاريخنا هذا نعتز به لانه هو اللي بس جدادنا معناها هذا منسوج مصفوف طبيعي بلونه هذا معناها يختاروا العلوش او الناجل لونه اسود علاش؟ لانه يدفي في الشتاء اوكي هذا راهو حي باه تفصيل في برد لانه صوف طبيعي هذا بالنسبه لي مكيف مش ما نقولش كلمات بالعربي كيف متنقل وثم هذايا بتاع تحويس بتاع حتى راه فما واحد اخر بتاع خدمه اوكي في جربه يعملوا ابيض صافي يختلف من منطقه لمنطقه وي لكن انت وردنا قلت البحار كيف كيف يستعملوا في فصل البحر ما يسخنوش طبيعي يدفيه ما يديش رزين عليه في لا, لا 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 كي يجي يخدم مثلا نقولوا عالي عادي كيف باش يتعبوا من ساقيه يلفوا شويه في حزامه ويربطوا كيما هكا اوكي كيما الخليجي يلبسوا المصاري يلبسوا الدشداشه والواحد يطلعوها ويقوم يدير تقول صاروخ مش لعب ذكر مره واحد فلسطيني كوره في الكوره قلت هذا مسكن كرشه كبيره ولبدوه ما يجمش يا اخويا هبطنا للطيران شاح الفوق كيما هكا وحط تحت الزروال وقال البي مولاك ظهر يجبك الله كيف الصيد كي الغزال. ان هي اكثر مره عشت فيها تحدي كبير ياسر في تجربتك في البحر. اكثر مره تحدي نذكر منيح في التجربه في تحبوا تسمعوا شنو هي التجربه نمشيو فاصل هنا.